الباخرة بشار وباتنا. طبعا هدول باخرتين بيبحروا، كانوا يبحروا طبعا تحت العلم الجزائري، كانوا واقفين قدام الميناء تبع جزائر العاصمة في المياج أي على المخطاف. في نوفمبر 2004 صارت عاصفة قوية جدا في الجزائر، فهدول الباخرتين كانوا واقفات، طبعا صار لهم فترة واقفات في على المياج أو في المخطاف، يعني هي واقفين برات الميناء بالبحر يعني. فلما تيجي عاصفة قوية فالعنكر ما حافظ على البوزيشن تبع الباخرة، يعني الباخرة ما ظلت يعني بمكانها في السيركل تبع المياج، صارت باخرة تتحرك بسبب قوة الرياح اللي كانت موجودة. راحوا يشغلوا المحركات، هون المصيبة، محرك الباخرتين ما اشتغلوا، محرك الباخرتين ما اشتغلوا لانه صار لهم فترة كبيرة واقفين في البحر. هلق اللي صار انه الباخرة باتنا صارت تمشي مع يعني قوة العاصفة، صارت تحرك الباخرة، راحت الى مياه طحلة يعني مثل الشاطئ، هو مش شاطئ بس مثل الشاطئ في قدام ميناء تبع جزائر العاصمة في جزائر. طبعا انا شفت الباخرة لانه في 2004 كنت في الجزائر، ما صار لشي، توقفت وما انقلبت الباخرة بشار. المصيبة انه الباخرة بشار المسار اللي اخذته الباخرة بحكم العاصفة اخذت مسار ادى الى كارثة. الباخرة تحركت وراحت انصدمت مع البريك ووتر هذا الموجود، الرصيف الموجود في الميناء او كاسر الامواج، قدموا بيحطوا احجار كبيرة، مع قوة الموج والعاصفة صارت الباخرة مثل ما راح تشوفوا في الفيديو الموجود انه صارت تنضرب بالصخور لحتى حدثت الكارثة وغرقت الباخرة وتوفي 16 شخص، الله يرحمهم جميعا ويرحم امواتكم جميعا. طبعا كان في ناجي واحد من الباخرة، يعني عدم قدرة الطاقم على تشغيل المحركات ادت الى كارثة بكل ما تعني الكلمة من معنى. 16 شخص غرقوا مع الباخرة قدام ميناء تبع جزائر العاصمة، الرحمة عليهم، تحياتي لكم.